الفرح. مرحبا واهلا فيكم. هي كانت دموع الفرح بعودته الى الوطن. طبعا اليوم بلشت وكان في تغطية من الصباح مكثفة من الجانب السوري خاصة لتنفيذ قرار الرئيس اللبناني اللي كلمته ما بتصير اثنين لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. طبعا رئيس عون بنهاية عهده الفاشل يلي بتوقع ما كان في عهد أفشل منه بتاريخ لبنان بده يسجل انتصارات، يعني عمل موضوع الترسيم مع إسرائيل واعترف بالحدود البحرية لإسرائيل من خلال هذا الترسيم وعطاهم لإسرائيل حق في الغاز اللبناني، حكينا بتسجيل منفصل عن هذا الموضوع، وبده يسجل أنه في عهده بلش موضوع عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا مع أنه ما في شيء تغير، يعني والأوضاع بسوريا من سيء إلى أسوأ. اللي صار طبعا من الصبح إذا بدنا نوصف المشهد، في تجمع كان لبعض الشاحنات في الطرف اللبناني من الصباح الباكر، جمعوا كانوا شاحنتين ثلاثة بعدين كتروا صاروا بالعشرات، ما بتوقع هنا قالوا انه رجع 700 او 1000 شخص، ما بتوقع هذا العدد هو اللي رجع، يعني بحسب ما شفنا كانوا حريصين يورجونا كل شيء يعني على غير عادتهم. المهم انه هدول بيتجمعوا بالطرف اللبناني، بس يصير عددهم يعني مقبولة بينتقلوا على شكل قوافل الى الجانب السوري. هلا بالجانب السوري بيستقبلوهم، كان في تصريحات كثيرة من الصبح انه هن مجهزين عملية الاستقبال بشكل يعني كامل وبشكل ممتاز. أهلا وسهلا فيهم، نحن قدمنا كافة التسهيلات اللازمة لخدمته وتأمين العودة بشكل كامل، وطبعا هاي بداية كبداية لاستقبال أخوتنا من لبنان. تم رفض النقطة الطبية بسيارة إسعاف مجهزة بكادر طبي وفني متكامل، عيادة طبية، عيادة متنقلة طبية كمان مجهزة بالكامل، إضافة لفريق اللقاح مزود بلقاحات للأطفال والكورونا، وإن شاء الله راح يتم. شفتوا كيف شكتوا الإبرة يعني على الطاير هيك. على كل التجهيزات اللي حكوا عليها بالكاميرا ما كان مبين غير سيارات الإسعاف وعيادات. ليش سيارات إسعاف بهالكمية؟ لناس جايين من لبنان لهون وكأنه كانوا بمنطقة منكوبة يعني، أو كان في زلزال أو ما بعرف إن بسباق ماراثون، ما فهمت ليش يعني التجهيزات اقتصرت تقريبا على سيارات الإسعاف. ما علينا، فإذا هن انتقلوا من الجانب اللبناني إلى الجانب السوري، ومثل ما قلت لكم هن بالعشرات، لأن كل يعني شاحنة من هالشاحنات هي بتضم أسرة ويمكن الأسرة مع أكثر من شاحنة تنقل أغراضها، يعني إذا كانت الأسرة كبيرة. هلأ أيضا على الحدود كان في مسؤولين عم يحكوا وعم يطمنوا أنه والله نحن رح ننقلكم لأماكن يعني رح تكيفوا فيها. وأهم هذه التصريحات بتوقع بعد ما صرح رئيس بلدية الجراجير يلي بالقلمون عن مركز الإيواء الموجود، بتوقع يعني هاي الحركة اللي شفناها زادت كتير بعد ما سمعوا تصريحاته. رئيس البلدية ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة، رئيس بلدية الجراجير، أهلا وسهلا بك. حدثنا عن التفاصيل، ما الذي يحصل الآن؟ ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول اللاجئين السوريين العائدين؟ الإجراءات كلها جاهزة منظومة والخدمات متوفرة كلها، وعم نتواصل مع نحن وكل البلد آمن وكله جيد. ما الذي يعرقل العملية؟ وسائل الإعلام تتحدث عن عرقلة تحصل. ما في عرقلة، السيارات موجودة والباصات موجودة والبدي روح على الإيواء مشان الأمور تكون جاهزة هنيك. تمام. سيتم تسوية أوضاع المطلوبين منهم أو الذين عليهم إشكالات أمنية أو غيرها؟ نعم، سيتم بشكل سريع وبسيط وكل واحد. طيب. سيتم نقل الأهالي الآن إلى القرى أمس إلى مراكز إيواء أو أي تفاصيل أخرى؟ مركز إيواء بس اللي ما عنده بيت، اللي ما عنده محبط بيت، أما اللي عنده بيت نظامي بفوت على بيته مجهز خالص أبدا، وخدمات موجودة والمياه موجودة والخبز موجود وكله موجود ولا أجمل من هيك. شكرا جزيلا. أهم شيء أنه الخبز موجود، يعني لو الخبز ما أنه موجود ما كان حدا رجع. المهم رجعوا الناس، هلأ أول ما يدخلوا بعد النقطة اللي شفتوها بيستقبلون المذيع السائل. ومن ثم سيكون هناك عودة باتجاه النفوس المدنية لتأمين عودة المهجرين. سألتقي بالعائلة التي الآن عادت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية. مرحبا. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. عدي لكم لبنان؟ نحن صارنا شي 10 سنين. الحمد لله اليوم هلا وصلتوا بسلامة، اليوم رجعتوا لبيوتكم لأراضيكم،
يعني أول شيء كيف شايفين الإجراءات؟ كيف شايفين الأمور؟ هلأ كله تمام، في تسهيلات؟ في ايه في. طيب اليوم وقت الواحد بيرجع لبلده بعد 10 سنين، أول شيء أنت من أي منطقة؟ نحن من القلم ومن السحل. يعني هلأ أنت فتي أراضيكي، فتي يعني بيتك مثل ما بيقولوا، يعني اللحظات الأولى وقت اللي وصلتي على بعد 10 سنين أكيد في مشاعر. اسأل الأولاد اللي ما شافت البلاد بناوب كيف يكونوا مبسوطين أنه جايين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نحن ما بدنا نتقل عليكم، بنعرف أنه الظروف المناخية وأيضا ظروف كما يعني تحدث عن بعض التفاصيل الإجرائية، قلنا بأن هناك إجراءات يتبعها الأمن العام اللبناني فيما يتعلق بأموره يعني الأمنية أو التدقيقية. وأيضا مرحبا. أهلا. من وين حضرتك؟ عرسايا. من عرسايا. العائلة معك من سوريا؟ ثواني خلينا ناخذ لقاء ميس. مرحبا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. أنت وعائلتك راجعين؟ إيش لك برا سوريا؟ شيء 9 سنين. هلا اليوم الحمد لله وصلنا، رجعنا على بيوتنا، رجعنا على مناطقنا، رجعنا بعد يعني سنوات الحمد لله. اليوم هاي الرجعة بالنسبة لبيوتكم لمناطقكم شو بتمثل لك بالدرجة الأولى؟ وأيضا كيف شايف الإجراءات؟ كيف شايف الأمور التسهيلات؟ جيد جدا كتير، وبالنسبة لي ممتاز كتير يعني، والله يعطيكم ألف ألف عافية. أي معوقات أو أي شيء؟ لا 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 هلا ما أي ما، الله يعطيكم ألف عافية وبشكركم كتير على المعاملة الحلوة يعني. أهلا وسهلا فيك، هذا بلدك. عائدين إلى أرض الوطن مستفيدين من مراسيم العفو ومن التسهيلات الحكومية. أنا هلأ راجع على سوريا الحبيبي، وهلأ لحتى شميت الحياة، هلأ بساعة قطعت الحاجز شميت الحياة وعشت ورجعت عشت. تعبنا كتير نحن من الغربة، هلأ راجعين مبسوطين كيفين يعني، الحمد لله على رجع، الحمد لله رب العالمين، والله هيك يا رب يرجع كل شيء متهجر يا رب يا كريم، طايرين من الفرحة يعني عن جد. أنا هلأ شميت ريحة سوريا مبسوطة وقلبي طاير من الفرحة، الحمد لله رب العالمين. صرنا 10 سنين ولا ولا راجعين على بلدنا، فرحانين كتير والحمد لله. الحمد لله والله ما في أحسن أحلى من هيك بلد. هي فرح. خلاص 12 سنين نرجع بلادنا يا رب، وعلى الوطن وحبابنا وفرحتنا قوية. لحظة فرح والله كتير، أنا سعيد كتير كتير ما هو شوي الحمد لله. ما كنا منتصور هالسهولة هاي والتعامل الحلو هذا، والإنسانة باللطافة إنسانية وأخوية. 12 سنة صرنا هنيك بلبنان، يعني عم نحلم يوم بالشارع بالطريق بالحارة بالمقالية بالناس اللي كنا نعم عاشرينهم، يعني أجمل من هيك حياة، كنا عايشين حياة سعيدة جدا جدا، إن شاء الله هلأ بترجعي. مرة تانية دموع الفرح، طبعا لازم أول ما يدخلوا يقدموا فروض الطاعة والشكر إلى آخره، لزوم دخولهم إلى سوريا. طبعا في واحد أشار إلى موضوع هو أنه كان أسعد أيام حياته يلي عاشها بالحارة وبين الجيران، أنه هو مبسوط بده يرجع للحياة. مع الأسف ما رح يرجع، لأن معظم القرى الموجودة في تلك المنطقة مدمرة، هن أساسا بده ياخذون على مراكز الإيواء. شو بيصير بعد ما ياخذون على مركز الإيواء؟ ما حدا بيعرف. هلأ مراكز الإيواء يلي ما بيعرف موجودين من زمان، من 2012-2013 من بداية الأحداث كانوا يحطوا فيهم الناس اللي عم تتهجر نتيجة يعني ظروف مختلفة، وهي يعني مراكز سيئة السمعة من وقتها، يعني في عليها كتير مشاكل. طبعا هي بتكون عبارة عن بناء عام، مدرسة أو بناء حكومي، مركز إرشاد زراعي، مركز للتنمية إلى آخره، بناء حكومي بيستخدموه، وأحيانا بيحطوا بيوت مسبقة الصنع حواليه. هلأ مشكلة هذا يعني مراكز الإيواء هي طبعا القلة الموجودة فيها وعدم الخصوصية، يعني هن كل غرفة من الغرف يلي بالبناء بيحطوا فيها عيلتين ثلاثة، ويعني بيكون محظوظ يلي بياخد الغرف الكبيرة. أيضا مراكز أو البيوت مسبقة الصنع كمان بيحطوا فيها أكثر من عيلة، وطبعا في مشاكل اجتماعية بتصير كتير، أصوات الأولاد، اختلاف العادات، يعني ما أنا الحقيقة ما أنا شيء مشجع للواحد يرجع، يعني واحد بعد كل 10 سنين من التهجير والعيش بالخيام والكذا يرجع على بتوقع واقع أسوأ. يعني كنا نحن طبعا أنا بقدر رغم أنه يعني كان هذا عبارة عن استعراض نوع من التمثيلية لتحقيق مكاسب سياسية، ولكن أنا بقدر وبتمنى وبشجع أنه كل السوريين يرجعوا على سوريا، بس مو على هذا الوضع. يعني مرة تانية العودة إلى سوريا ما بتكون بهذه الطريقة،
وما بدنا نحن السوريين يرجعوا على مراكز إيواء. يعني الواحد برا أسهل عليه يكون لاجئ وعم يعيش بالخيام ومراكز إيواء برات بلده ما يعيش بمركز إيواء أو بخيمة داخل بلده. يعني هاي هي الفكرة. فهنا الحقيقة ما يعني عنا بعض التسجيلات مثل ما شفنا عن مراكز الإيواء القديمة، ما صوروا أي مركز إيواء جديد، يعني صوروا هيك لقطات من برا ومبين هو يعني عبارة عن مبنى حكومي. والحقيقة اليوم فينا يعني نقول أنه بين 2013 واليوم مراكز الإيواء اليوم أسوأ بكثير. لهم 2013 فينا نقول أنه كان في وفرة في سوريا، يعني ما كان في عنا مشكلة خبز، مشكلة كهرباء إلى هالدرجة، مشكلة مياه، غلاء أسعار بهذه الطريقة. كان يوفروا بعض الخدمات وبعض الوجبات على القليل، الخبز مثل ما قلنا، مثل ما قال رئيس البلدية شفناه، حتى بتوقع بهالنقطة ما رح يكون متوفر، ويمكن بده ياخدوا حق الأكل والشرب منهم وحق الخدمات إذا يعني كانت متوفرة في هداك الوقت. يعني نحن اليوم عم نحكي وعم نعيش كل يوم لحظة بلحظة ويوم بيوم، وتقريبا كل يوم عم نعمل تقرير عن الوضع المعيشي المتراجع، عن قلة الموارد، عن الأزمة في كل شيء. فكيف بده يتحمل الوضع عدد إضافي من الناس نحطهم بمراكز إيواء ونأمن لهم احتياجاتهم الأساسية؟ بتوقع ما رح يكونوا كتير مبسوطين يلي رجعوا على سوريا على هذا الوضع. مرة تانية نحن منشجع العودة، نحن السوريين كلنا بدنا نرجع، ولكن مو على مراكز إيواء، مو على الخيام، نرجع نحن عودة كريمة، عودة إلى مناطقنا حتى لو كانت مدمرة بس نحسن عمرها بشكل أو بآخر. يعني حتى البناء وإعادة الترميم، شفنا من فترة أيضا على القناة تسجيل بالحجر الأسود شلون الناس عايشة بالخرابة. أمس كان أو يعني من أسبوع كان في تصريح ل وزير الإسكان أنه موضوع إعادة إعمار هو مانو قرار فردي، أنه هذا قرار جماعي بيتم وفق يعني تنظيم معين. فبالتالي هدول الناس ما بعرف الحقيقة لوين راجعين، شو راح يستفيدوا من العودة بهذه الطريقة. فالحقيقة آخر شيء اللي بدي أقوله أنه عودة اللاجئين بهالطريقة ما راح تحدث أي فرق، هو عبارة عن مسرحية يعني أنه يحصلوا طرف معين مكاسب سياسية، عون ويعني جماعته حليف مع حزب الله بيمون على الرئيس السوري بشار الأسد فبيعملوا هالمسرحية. ولكن بالنسبة لنا نحن كسوريين ما في أي فرق، ما رح يصير أي فرق عودة اللاجئين بهذه الطريقة. هلأ إذا بدنا نأخذ بالأرقام يلي هن عم يعلنوا عنها المقررة، يعني 15,000 لاجئ بالشهر، في ناس بيقولوا مليونين في بلبنان، في ناس بيقولوا مليون. بدي لكم كل مليون لاجئ إذا بدي يرجعوهم بهالطريقة بدهم تقريبا 5 سنين، فإذا كانوا مليونين بدون 10 سنين، ما بتوقع هذا الشيء حقيقة له جدوى ولا فائدة لا لهم ولا لنا. ونحن لسه عم نحكي عن اللاجئين يلي موجودين في لبنان. أنا بقلكم كيف بيرجعوا اللاجئين السوريين بالملايين، هن بدهم عامل واحد فقط، يعني خبز وما بعرف شو، إيواء ومسكن، مو هذا اللي بيهم السوريين اليوم. بدهم السوريين لحتى يرجعوا فقط كلمة المستقبل، إذا كان في مستقبل رح يرجعوا، ما في عندهم أي مشكلة. المستقبل أنه نطوي هالصفحة، نطوي هالحقبة، نطوي حقبة حكم الأسد وينفتح المستقبل قدامنا. الناس رح يرجعوا بكل الأحوال ويحاولوا، يعني حتى لو ما كان في شيء مضمون، رح تكون الظروف صعبة، رح يرجعوا لو على الدمار، لو على الخرابات، لو على مراكز الإيواء، لأن بيعرفوا أنه أي جهود ممكن يحطوها ممكن تعطيهم مستقبل أفضل، وعلى الأقل أنه بيكونوا نالوا شرف المحاولة. أما هلأ بدي يرجعوا فقط هيك كلاجئين في بيوتهم، مثل ما حكينا لاجئ الواحد في بلده، يعني هذا أصعب من اللجوء في الخارج. اليوم السوريين في الداخل يعني أكبر حلم لهم أنه يحصلوا على جواز سفر وفيزا، بالإضافة لتقييد الحريات والتكميم الموجود. يعني هن كل شيء مغمس بالزل اليوم، من رغيف الخبز للمواصلات، الناس قاعدة بالشوارع ساعات لتحسن توصل من مكان إلى مكان. ما بتوقع يعني هذا وضع مشجع، يعني هي عودة قسرية وغصب عنهم عم يرجعوا السوريين ليعني تحقيق مكاسب بترتيبات معينة. إذا فعلا العالم يعني مو بس لبنان وتركيا وكل الأطراف بدها حقيقة تعيد السوريين، وحتى أوروبا بدها تعيد السوريين إلى بلدهم، توفر لهم فقط المستقبل وتوفر المستقبل فرصة لنبني حياة أفضل، بتوقع معظم السوريين رح يرجعوا لبلدهم ويحاولوا في بناء هذا المستقبل. أما اليوم السوريين رح يضل معظمهم في الخارج ناطرين الفرصة، ناطرين التغيير. بالداخل مع الأسف يعني ما رح يتصدر المشهد، كل اللي بالداخل إن أهلنا وإن يعني معاناتهم من معاناتنا، ولكن اللي بده يتصدر المشهد دائما هن مجموعة من المنافقين. هي جواب عن كل أبناء سوريا لكل
وهي من خان وهي صادقة سوريا. وصفتها بالراحة بعد التعب أبدا. بالراحة بعد التعب يعني نعم والله العظيم كنا في اليونان أحد السوريين الوفد سوري رسمي برلماني الصبح هو وسيارته يكون واقف عم يستنانا أنا بدي أحس حالي الموقف جدا كان وطني عالي بدي أحس حالي سوري عم قدم شيء لسوريا بدي أذكركم بأنه تشوفوا يعني موجز للأخبار أو بعض الأخبار المهمة من موقع سوريا نيوز مرة تانية بتشكر دعمكم للقناة يلي عم يخلينا نطور خدماتنا وأداء القناة يوم بعد يوم لسه راح تشوفوا كتير من الأمور الجديدة والمفيدة بالنسبة لكم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء قال المبعوث الأممي لسوريا جير بيترسون إننا بعيدون للغاية عن هدف تطبيق القرار 2254 بشأن الأزمة السورية لافتا إلى أن العملية السياسية لم تحقق حتى الآن شيئا للشعب السوري وصلت صباح الأربعاء قافلة للنازحين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع باتجاه قرى القلمون وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية انطلقت باتجاه الأراضي السورية أدانت وزارة الخارجية يوم الأربعاء الهجمات التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية على منظمات الأمم المتحدة وقالت الوزارة في بيان لها إن سوريا تدين الهجمات التي قامت بها المجموعات الانفصالية في مدينة القامشلي وغيرها ضد بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أمام مجلس الأمن أن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات دمشق حول انتهاك مجالها الجوي من قبل إسرائيل